مساكم الله بالخير. كرة القدم تعطي اللاعب أكثر ما يتوقع، وتخلي اللاعب ممكن مستقر في بلده، ممكن يكون مقيم في بلد آخر يتعود على عادات وتقاليد وأكل وأجواء ويكون صداقات كبيرة ويحتك مع لاعبين آخرين، ومجبر يحترم مهنته كلاعب كرة قدم. الالتزام، العطاء، التمرين المستمر، تطور في الأداء، المساهمة في فوز الفريق، كل هذا يتحمل مسؤوليته المحترف إذا ما توفرت له كل سبل الراحة وعوامل النجاح مثل الراتب ينزل في وقته، المكافآت وقت الإنجازات، التحفيز من الإدارات. المحترف راح يعطيك أكثر، وهو هدفه أنه يرفع من مستوى الفريق ويحتك في اللاعب المحلي ويتعلم منه. هذه هي كرة القدم. كرة القدم أصبحت مهنة وأصبحت صناعة. لاعب الاتحاد الليبي والجبلين السعودي السابق ومحترف العربي الحالي، المولود بيوم التحرير 26 فبراير عام 94، اللاعب الدولي الليبي، الشخص الهادي السنوسي الهادي. مساك الله بالخير. الله يمسيك بالخير، بارك الله فيك. شلونك يا السنوسي؟ وش احوالك؟ وشلون الكويت؟ خبرني عن الكويت، انت عشت فيها 4 سنوات، يعني شلون شفت الكويت؟ وهل تعودت؟ تحس انك تعودت خلاص؟ الحمد لله، الحمد لله. والله 4 سنوات يعني كانت 4 سنوات ممتازة، كانت مليئة بالفرح الحمد لله. يعني أنا في نادي كبير يعني زي نادي العربي، ناس يعني محترمين مستقبلوني من أول يوم بصورة طيبة. شعب الكويت الحمد لله يعني ما شفتش منهم إلا كل خير، يعني ناس محترمة وكلها يعني ناس تحبني وتبادلني يعني شعور جيد، بارك الله فيهم. وإن شاء الله نكون يعني قدمت صورة كويسة على اللاعب الليبي، وإن شاء الله نزيد نقدم أكثر وأكثر بإذن الله إذا أتيحت الفرصة إن شاء الله. على حسب اللي أسمعه واللي أشوفه، أنت من اللاعبين أو المحترفين المحبوبين لجماهير العرب. الجمهور العربي ما يجامل، الجمهور العربي يعني أنت تشوفه يعني بأصعب الأوقات يكون حاضر ويوقف وقفات يعني ما يوقفها أي جمهور ثاني، مع كامل احترام حق كل الجماهير. بس أبي رأيك بجمهور العربي، هل هو شبيه الجماهير الليبية، جماهير الاتحاد الليبي؟ هل شفت بشكل ثاني، شفته جمهور مختلف؟ شنو رأيك بجمهور العربي؟ زي ما قلت لك يعني جمهور العربي جمهور كبير، أكيد غني عن التعريف، جمهور ديما واقف مع الفريق، يساند في الفريق يعني طول الوقت، سواء في الفترة الجيدة والفترة غير الجيدة. استقبلوني يعني زي ما قلت من أول يوم صورة طيبة الحمد لله. إن شاء الله نكون قدمت لهم يعني شيء بسيط ونزيد نقدم لهم أكثر وأكثر بإذن الله. في صيحات، في ألقاب قاعد يعطونك إياها من المدرج تسمعها تحبها؟ أكيد أكيد، يعني زي ما قلت الجمهور العربي جمهور. قل لي شنو تحب تسمع؟ قل لي بس شنو تحب تسمع من المدرج؟ اللي شيء تحب تسمع لما تنزل الملعب، لما تقول تحب تسمع اسمك شلون يقولونه؟ أكيد كل لاعب يحب يعني يسمع اسمه في المدرجات، الناس يعني تشجع تنادي باسمه، وجمهور العربي يعني مبدع في الشيء هذا، يعني بارك الله فيهم، الحق مسانديني بصورة كبيرة واقفين معي. إن شاء الله نكون قدمت لهم شيء، إن شاء الله إذا تيحت الفرصة بإذن الله نزيد نقدم لهم أكثر. يا رب يوفقك، وتبارك الرحمن كل موسم قاعد تعطينا أحسن من الموسم اللي قبله. الرقم 15 لازمك من زمان ولا كان جديد عليك الكويت؟ والله رقم 15 لبسته في الفئات السنية،
ولما جيت العربي كان فئات سنيه كان رقمي 15 و22. اول ما جيت للعربي يعني سالت على رقم 22 فقالوا لي سليمان عبد الغفور هو اللي يلبس رقم 22. صح. فاخترت رقم 15. وقال لك ليش سليمان يلبس 22؟ تدري انت ليش يعني؟ والله بصراحه ما ادري، بس اتوقع على خاطر المرحوم حارس النادي العربي السابق سمير سعيد. صح، هذا يمكن سؤال، يمكن هالرقم يعني بديهي ما يحتاج احد يسال، سليمان معروفه يعني. بس 15 حبيتها ليش؟ معنى 15 ليش مو 11؟ ليش مو؟ لا والله لبستها في الفئات السنيه ولبستها في اول موسم لي في الفريق الاول. صدفه يعني لبستها في اول موسم لي في الفريق الاول مع نادي الاتحاد لبست رقم 15. فزي ما قلت لك اول ما وصلت للعربي سالت على رقم 22 لاني كنت البس يعني هلبه في الفئات السنيه، فقالوا لي ان سليمان عبد الغفور هو صاحب الرقم فاخترت رقم 15 على طول يعني. ومن اللاعبين العالميين يلبسون 15 كنت تحب احد؟ لا بصراحه يعني مفيش لاعب، اتوقع مفيش لاعب يعني مشهور عالمي يلبس في رقم 15. مجرد اني زي ما قلت لك اول موسم لي في الفريق الاول لبست رقم 15 فحبيت اني نستمر به. الاحتراف شنو علمك سنوسي؟ يعني شنو زاد عليك؟ انت يمكن عشت بالبدايه في ليبيا طبعا بلدك، بس بدايه الاحتراف الحقيقي اللي هو في المملكه العربيه السعوديه مع نادي الجبلين، بعدين جيت الكويت، شنو علمك الاحتراف يعني بالخليج خصوصا؟ والله الاحتراف يعني ضروري تكون انك انت عندك رغبه كبيره، تكون انك انت عندك طموح انك انت توصل وتقدم مسيره كبيره. اكيد يعني شيء صعب في البدايه، بس تتاقلم مع قلت لك مع رغبه واصرار انك انت تعطي شيء، تقدم شيء وتقدم مسيره يعني ان شاء الله تكون ناجحه. فالاحتراف التزام، الاحتراف انضباط، الاحتراف يعني انك تتعرف على ناس وثقافات جديده. الحمد لله يعني ان شاء الله نكون اني قدمت شيء في رحله الاحتراف بتاعي، ان شاء الله نزيد نقدم اكثر واكثر باذن الله. في اشياء متغاربه بالعادات والتقاليد هناك، اشياء متكرره، شفت شيء مشابه هني ولا او شيء هني مو موجود هناك حبيته؟ اكيد يعني كنا عرب وكنا بلدان عربيه، العادات والتقاليد يعني مش بعيده عنها. على سبيل المثال رمضان يعني. هو حلاوه رمضان بصراحه مع الاهل اكيد الكل يعرف الشيء هذا. بس يعني زي ما قلت لك يعني ما حسيتش روحي غريب، الاولاد كلهم في النادي اصحابي، الناس يعني شعب محترم جدا، العادات والتقاليد يعني قريبه من بعضها، كنا مسلمين. من انتيمك بالنادي غير صول اللي هو ولد بلدك، بس انتيمك كويتي اللي تحسه قريب منك من؟ والله بصراحه علاقتي الحمد لله يعني علاقتي جيده جدا بكل اللاعبين، يعني كلهم قراب مني وكلهم اصحابي وكذا، كلهم ناس طيبه وناس محترمه، مش نسمي حد وننسى حد، في اكثر من حد قريب. دبلوماسي والله بصراحه ما اطلع منك بشيء، بس زين اسهلها عليك، اللي بالملعب ترتاح تلعب معاه وانت مغمض، دز الباص وانت ما تشوفه، يعرف وانت وقف وانت تعرفه وين يوقف، قريب منك يعني قريب من مركزك او تعرف تتفاهم معه؟ خلنا نسمي لك اسماء يعني مش يلا قول نعطيهم حقهم لان ناس والله بارك الله فيهم يعني قول ما شاء الله عناصر وايد بالعربي. في بندر السلامه، تحب نلعب مع بندر السلامه يعني موهبه ما شاء الله، مستقبله كبير اذا حافظ على نفسه، مستقبله كبير ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله يرجع بالسلامه وان شاء الله يرجع بالسلامه. سابقا نحب عبد الله الشمالي بصراحه، عبد الله الشمالي لاعب القادسيه الحالي، لاعب القادسيه الحالي وكابتن العربي السابق، يعني مسور الخير. نحب بدر طارق، علي خلف، سابقا لعب معي علاء الدالي، يعني كلهم ما نبيش ننسى يعني كلهم، سيف الحشان حاليا يعني بصراحه في اكثر من حد. ان شاء الله يصير التفاهم والتجانس الفريق العربي اكبر من كذي بالموسم القادم، لان في لاعبين يمكن مو قاعد ياخذون فرصتهم الكامله نظرا لعوده من الاصابه، ريكفري، نزول تراجع في المستوى، يعني شويه ضغوطات الدوري جديد، نظامه جديد هالموسم. يعني حبيت النظام الجديد بالموسم الدوري الكويتي كويس، زاد عدد المباريات، هذا شيء كويس للاعب وقوى المنافسه، يعني حسيت ان المنافسه صارت اقوى لما تصير بالقسم الثالث تركيزها على، ولا تحس انه لا يعني ابي تقول لي رايك بالسيستم بالنظام؟ والله رايي بصراحه زاد عدد المباريات، هذا شيء يعني يستفيدوا منه اللاعبين، اغلب اللاعبين يشاركوا، الكل يكون عنده فرصه اكثر يعني بما ان عدد المباريات زاد. الشيء الوحيد انك انت تلعب
يعني هلبة مباريات مع نفس الفرق. يعني نفس الفريق تلعب معه ممكن يقارب 6 مباريات في الموسم. تكرار المنافس. تكرار المنافس. أيه. هذا الشيء الوحيد بس. نتمنى زيادة عدد الفرق تصير في يعني عشان يصير في منافسة أكبر. ممكن أو إنما يكون ذهاب وإياب الدور الأخير. أيه. يكون من مرحلة واحدة. بملعب محايد. ملعب محايد أو قرعة تسوي أي. أو قرعة. أو قرعة. نفس اللي يستخدمونها في كأس إيطاليا. قرعة لواحد من الفريقين أو بإنجلترا إذا صار تعادل يعيدونها في الملعب فريق المنافس. بصراحة هذه يعني وجهة نظري، وحتى يعني حاليا نشوف فيه عادي يعني كويس، زادت عدد المباريات زي ما قلت لك. هذه الميزة يعني كانت. ميزة. يعني. ولو كان إنه نباري الفريق أكثر من مرة نفسه. بصراحة يعني كانت ميزة. عالميا وأنت صغير اللاعب اللي خلاك تحب كرة القدم اللي كنت تشوفه أو البطولات اللي كانت تنقل في ليبيا على التلفزيون الليبي كنت تتابعونها، البطولة الإيطالية أتوقع الكالتشو الإيطالي الأقرب لليبيا. صح، أكثر شيء قريب من الليبيين هو الكالتشو الإيطالي. يعني الشعب الليبي يعني أكثر شيء سابقا، الحين يعني دخل الدوري الإسباني الدوري الإنجليزي، بس أكثر شيء في ليبيا المحبوبين الأندية الإيطالية. طبعا أنا من عشاق نادي إيسي ميلان. ميلان وصيف أوروبا. وصيف سبع ألقاب. سبع ألقاب. تشامبيونز ليج نادي كبير. يعني أي موسم حبيتهم؟ تذكر أي موسم تشكيلة البطولة اللي حبيتهم فيها مثلاً؟ أنا الفترة اللي حبيت فيها الميلان، يعني الميلان كان في أوج العطاء متاع، يعني فيها ريكوستا، كاكا، شيفشينكو، إنزاغي، كريسبو. التشكيلة اللي ما فيها غلطة. التشكيلة اللي ما فيها غلطة. اللي أخذوا الشامبيونز ليج ضد اليوفي في الشامبيونز ليج 2003 في أولد ترافورد. في أولد ترافورد بركلات الترجيح. ركلات الترجيح. إيه. فكان يعني الميلان نادي كبير يعني مليء بالنجوم الفترة ذيك، هذا الشيء اللي خلاني أحب نادي الميلان. وأخوتي الكبار يحبوا الميلان، يعني جيت أنا لقيتهم إنهم يحبوا الميلان. لقيتهم يتابعون في تابعت معهم في الدوري الإيطالي. جرفوك يعني. أيوه. أنا صارت لي فرصة أدش بالأولد ترافورد بالفي اي بي اشوف الكباين وكذي، كانوا حاطين طول الممر صور النهائي للميلان مع اليوفي بالطول الممر، وانت داش كانك داش ممر يعني نادي الميلان مو الأولد ترافورد، بس حاطين الصور محتفظين فيهم لان ذكرى كبيره ان نهائي الشامبيونز ليج في الأولد ترافورد. فمن هناك حبيتهم من هذه البطوله، من هذه التشكيله تقريبا ما في غلطه. يعني تتكلم عن سيدورف، تتكلم عن روي كوستا، دفاع مالديني، نيستا، مالديني، كافو. الدفاع لا يعني ما يضاف يعني كافو، ستام، الحارس ديدا، الهجوم شيفشينكو، يعني فريق متكامل لدرجة إنه شلون خسر 2005 الحين الناس مستغربة. يعني الحين مستغرب. فوقهم يعني كريسبو بعد كان موجود. كان يعني شيء غريب ومعجزة، معجزات كرة القدم. يعني كرة القدم يصير فيها أي شيء. تدري أقول لك معلومة، هرنان كريسبو هو اللاعب الوحيد اللي خسر الشامبيونز ليج ما ربح. ليش؟ لأن اللاعبين عوضوها بعد سنتين لما لعبوا ضد ليفربول مرة ثانية 2007 أخذوها، وأكو لاعبين ماخذينها من 2003، فهو الوحيد اللي صارت له فرصة وسجل واحد من أجمل الأهداف، أجمل الانفرادات تصرف فيها من ناحية الأسيست، أسيست كاكا، والشيب حق يعني كريسبو كان مو طبيعي. وشلون انقلبت في الشوط الثاني؟ شنو كان شعورك بهالمباراة؟ انت الشوط الاول اكيد احتفلت، البيت كله احتفل. والله بصراحة كان شعور سيء، يعني شعور صدمة انك كنت تكون فايز 3-0 ويرجع عليك 3-3 وبعدين تخسر بركلات الجزاء. يعني شعور كان سيء جدا بما اني يعني من محبي نادي الميلان. ولكن زي ما قلت لك يعني الفترة ذيك الميلان يعني كان نادي كبير مليء بالنجوم وليفربول ما كان فريق قوي عشان يرد بالنتيجة. يعني هذا الغريب بالموضوع، يعني على الورق ميلان حاسمها كنجوم كفارق مستويات، ما كان ليفربول بالذيك القيمة يعني أو العناصر بهالكواليتي نفس الميلان، بس عاد في الشوط الثاني وصدم العالم كله. هو النهائي الأكثر إثارة أتوقع في تاريخ نهائيات. هذا لازم ما قلت لك يعني إن هذه مباراة لا تنسى في تاريخ كرة القدم، ومباراة تأكد إن كرة القدم يعني يمكن يصير فيها أي شيء. لكن الميلان يعني زي ما قلت لك الفترة ديك كان نادي كبير وعادي جدا قدر انه هو يرجع بعد المباراة هذه ويعوض في 2007. ومن هنا اسم رافائيل بينيتيز كبر من هالمباراة. يعني هو كان مع فالنسيا ماخذ بحقق لقب اوروبي، بس هذه المباراة كانت مو طبيعية.
اتوقع هني انت ايقنت ان كرة القدم ما لها امان حتى صافرة النهاية، صح ولا لا؟ نبي ننتقل لفقرة ثانية بس انت قهوة ونروح نعرف اسرار حب سنوسي الهادي للاعب المفضل ومنتخبه، ونسولف عن الميلان، ونسولف عن أندية أخرى يمكن حبها في بطولات أخرى. تفضل حبيبي. شكرا. فاصل ونرجع وياكم نكتشف أسرار سنوسي الهادي. والعشرين عن طريق كارلوس، هنا لدينا كرة، سينظر على هذه الكرة، الله على تغيير اتجاه من خلال هذه الكرة، والهادي على الهادي على الهادي على الهادي يطير ويسجل التعادل بهذه الطريقة بعيدا عن الرقابة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، إنه العربي، إنه الكبير، إنه التاريخ، إنه الزعيم، لا يستسلم على الإطلاق، لا يستسلم على الإطلاق، بل إنه يعود وعن طريق السنوسي الهادي الهادي. بدينا مع السنوسي علشان نكشف أسرار حبه للفرق الأوروبية للمنتخبات، نبي نعرف اللاعبين اللي لفتوا نظره اللي تابعهم بشغف. بداية الحب سولفنا قبل شوي عن الميلان، صح بالفترة الذهبية أو التشكيلة اللي ما فيها غلطة. أبي أتكلم عن لاعب معين، اللاعب اللي جذبك، أول لاعب خذاك خلاك تتابع تقول هذا اللاعب بشوفه يلعب وين ما يروح بتابعه. اكثر لاعب كان كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو، في اكثر من لاعب يعني عجبوني وشدتني طريقه لعبهم، خاصه احب اللاعبين البرازيليين يعني المهاريين، رونالدينو، رونالدو البرازيلي. ما نقدر نتجاوز هالجول، لازم نتكلم عنه. هذا الهدف جمعت فيه كل عناصر النجاح والجماليه، على بوفون، تشامبيونز ليج، على اليوفي، حتى كريستيانو يقول لو ما كان مو عشان هدفي، لو هدف احد ثاني كنت بقول انه احلى هدف في تاريخ التشامبيونز ليج. انت هذا الهدف شفته لايف؟ اكيد اكيد شفته لايف، هدف تاريخي عباره عن تحفه فنيه، يعني نصف نهائي تشامبيونز ليج مع فريق كبير زي يوفنتوس بالطريقه هذه، يسجل هدف تاريخي يعني يقعد للتاريخ، تقريبا افضل هدف في تاريخ تشامبيونز ليج. وكريستيانو جذبك من متى، من اي مرحله؟ والله يعني نحب كريستيانو رونالدو من ايام مانشستر يونايتد، يعني من بدايته كان من صغير. وقت مانشستر يونايتد، من ايام مانشستر يونايتد تعاقد مع سير أليكس فيرغسون من سبورتنج لشبونه، فتابع في مانشستر يونايتد، شد يعني لاعب صغير في العمر وكان مهاري جدا، بدايته كان مهاري يعني، بعدين تغير قوه بدنيه ارتقاء وكذا. وبشكل خاص تكلم عن يمكن بداية الدولية كانت مع المنتخب البرتغالي 2004 في 2004 البطولة اللي نظموها، كان في البرتغال 2004، خسروا النهائي مع اليونان، يعني مفاجأة كانت. فريق البرتغال يعني كان فريق ممتاز، روي كوستا، فيجو، كريستيانو رونالدو، مانيش، كان يعني كان فريق يعني مرشح انه ياخذ البطولة، خصوصا تكلم عن فريق على ارضه، تكلم عن كتيبة من اللاعبين، يعني تكلم عن ديكو، فيجو، ريكوستا،
منش مثل ما قلت كريستيانو رونالدو، يمكن الحارس باوليتا مهاجم باوليتا الهداف اللي كان هداف تاريخي للباريس سان جيرمان، بعدين تحطم رقمه يعني تشكيله. والغريب بالموضوع ان الافتتاح ضد اليونان والنهائي ضد اليونان وبنفس النتيجه ودموع كريستيانو في النهاية. انت كنت تتمنى انه يتوج هذا اللاعب في هذه البطوله؟ اكيد البطوله دي كنت من مشجعين البرتغال، يعني شجعت البرتغال، تمنيت انه ياخذ البطوله، لكن كانت معروفه بطوله اليونان، هذه بطوله تاريخيه بالنسبه لليونان، استثنائيه كانت مفاجاه كبيره، وزي ما تكلمنا مبكر على كره القدم يعني يصير فيها كل شيء. وكانت مرشحه لاكثر من سبب، مدرب فيليب سكولاري بطل العالم مع البرازيل اتى الى البرتغال ليحقق لهم حلم اليورو، فاللي صار كان غير معقول. كانوا يعني مستعدين للاحتفالات التاريخيه البرتغال عشان يحتفلون بفريقهم على ارضهم وبين جمهورهم، لكن اليونان صدم الجميع وخذ البطولة. ونجحت فكره الدفاع والفكره الدفاعيه الكاتناتشي عادت من جديد مع اليونان وخذوها اليونان. والغريب ان اللاعبين اليونانيين بعض الاسماء هي اللي لعبت بعض المواسم كبروز، بس المنتخب اختفى، يعني كانهم كانوا موجودين عشان يحققوا البطوله بعدين، يعني ما في لاعب قصدي قدر يكمل يعني يصير نجم. بس تحترم يعني المفاجآت هذه، تحترم الفرق هذه. اليونان يعني ما كانش مرشح بوك انه ينال بطوله كبيره زي كاس اوروبا، صارت مع ليستر سيتي في الدوري الانجليزي، يعني صارت مع الدنمارك في يورو 92، الدنمارك في يورو 92 يعني كانوا خارج البطوله، يعني كانوا استدعوهم استدعاء للبطوله، كانوا مو متاهلين اصلا لولا الظروف اللي اصابت يوغوسلافيا، هم يو وحققوا البطوله كضيوف كدعوه، يو بدعوه وطلعوا كابطال. فالحاجات هذه هي يعني متعه كره القدم في الاشياء اللي مثل هذه. في شبه بين البرتغال وهولندا، يعني نجوم بس ما في تتويج لبطوله. صحيح، ولكن مع كريستيانو تحققت اليورو، تحقق الدوري الأوروبية، بطولتين قاريتين حققهم كريستيانو، أتى للبرتغال بالتاريخ. والله كريستيانو بالنسبة لي كرأي شخصي يعني نشوف فيه لاعب استثنائي بصراحة، يعني لاعب استثنائي، إن لاعب فيه جميع الميزات، يعني تجي لاعب يقول لك هذا لاعب يشوط زين، لاعب تاني يقول لك زين بالراس، لاعب تاني يقول لك رجل اليسار قوية، بس هذا اجتمعت فيه كل الخصال، يعني تكامل الكروي. لاعب في المباريات الحاسمة تلقاه، لاعب مهاري جدا، يعني بدايته كان مهاري جدا. في ناس يقولوا كريستيانو رونالدو يعني مش موهوب، فأنا نضحك يعني على المقولة هذه، شلون مو موهوب؟ يعني لاعب كان مهاري جدا، كان يعتمد على المهارة، بعدين طور من نفسه، يعني انتقل من لاعب إلى مستوى تاني. يعني صح، كان مثلا لاعب مهاري انصاب كثير، يسجل 17-18 هدف في الموسم، صار يسجل 50 هدف في الموسم، يسوي ريمونتادات بروحه، يعني يسوي ريمونتادة، يعني زي ما قلت لك مباريات كبيرة، مباراة أتلتيكو مدريد كانوا خاسرين 2-0، رجع 3-2 هاتريك كريستيانو رونالدو، مع ريال مدريد فولفسبورغ نفس الشيء خاسرين 2-0 رجع بهاتريك كريستيانو رونالدو، مع سبورتينج لشبونة، مع أتلتيكو مدريد، فلاعب كبير يعني بصراحة، ومن أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم. هو اللي سحبك ريال مدريد؟ لا والله، يعني نشجع ريال مدريد قبل كريستيانو رونالدو، من أيام الدريم تيم. دريم تيم جلاكتيكوس، اللي هما زيدان وفيجو ظاهرة، هم اللي شدوني لريال مدريد، هم خلوني نشجع ريال مدريد. موسم 2006 التاريخي مع فابيو كابيلو حتى هو هذا الموسم زاد شدني. 2006-2007 يعني موسم كان إثارة فيه كبيرة جدا، هو اللي زاد خلاني أحب ريال مدريد. وريال مدريد يعني دائما يلعبوا فرق كبيره، تتكلم عن فريق زعيم اوروبا يعني، فانت حبيته قبل، بعدين يا كريستيانو كانهم حققوا حلمك ان جاك الفريق اللي انت فاجئ للفريق اللي انا احبه، ويعني جاي فتره صعبه، خاصه ان الغريم برشلونه كان يمر بافضل فتره لي في تاريخه، فاللاعب هو اللي قادر انه يواجه برشلونه في افضل فتره في تاريخه. وريال مدريد يعني
مع كريستيانو تحققت أرقام قياسية. كريستيانو كأنه رحل صعبها على من بعده، يعني على ما تتحطم أرقام كريستيانو رونالدو يمكن إحنا نلحق نشوف، يمكن ما نلحق نشوف، لأن اللي حققه كريستيانو مع مدريد استثنائي من الأرقام القياسية، سواء على مستوى الشامبيونز ليج أو مستوى الدوري الإسباني، بطولة الإسبانية، أرقام خيالية حقيقة. أكيد إنك تكون الهداف التاريخي لفريق زي ريال مدريد، أفضل نادي في العالم، النادي الملكي، في 7 سنوات، 5 و7 سنوات كريستيانو رونالدو لعب مع ريال مدريد، فهذا شيء صعب جدا بأرقام خيالية يعني. وهاتريك بطولات مع وهاتريك تشامبيونز ليج أول مرة في تاريخ كرة القدم، مع جميع الأرقام القياسية يعني يملكها اللاعب هذا، أكثر من سجل في تاريخ تشامبيونز ليج، أكثر من سجل في تاريخ ريال مدريد، أكثر من سجل في تاريخ ريال مدريد في الدوري الأسباني، فأرقام يعني ما يقدرش يديرها إلا كريستيانو رونالدو. انتقاله للدوري السعودي، وكونك أنت لاعب في الدوري السعودي سابقا، الأجواء السعودية، انتقاله وأكيد هو صفقة تاريخية للخليج، مو للدوري السعودي فقط، بس وهم يخططون لاستضافة كأس العالم، وقاعد يخططون لحملة لجلب أكبر عدد من سوبر ستارز النجوم مستقبلا، وكلام على ميسي في هذه الأيام. بس أتكلم عن كريستيانو، قبل لا يصير التوقيع الرسمي كنت تتوقع أنه يوقع؟ كنت تتمنى وتتوقع، ولا بس تتوقع ما تتمنى؟ يعني هل أكو ناس يشوفونها ليش راح السعودية؟ كان ممكن يلعب في نادي كبير عنده العطاء وعنده القدرة. أتوقع أن جميع محبين كريستيانو رونالدو ما كانوش يتمنوا أن يروح، مع أنه ممكن يكون أقرب، ممكن شوفتهم فرص اللقاء فيه تكون أعلى، بس يعني كلاعب تاريخي يعني كانوا يتمنوا أنه يقعد يحطم أرقام أكثر ويقعد يلعب في أوروبا. بس هذه يعني خطوة ممتازة يعني. أنت ما كنت تتوقع أنه يوقع؟ أنا ما كنتش متوقع أنه يوقع بصراحة. بس تبارك الرحمن، مشاهدات استقبال كريستيانو في الملعب في نادي النصر فاقت مشاهدات نهائي كأس العالم الأكثر إثارة عبر التاريخ، أنت متخيل؟ أكيد يعني نجم كبير كريستيانو رونالدو وميسي يعني في مكان بروحهم في عالم كرة القدم، إضافة كبيرة أكيد للمنطقة العربية وللسعودية. طبعاً طبعاً. وكريستيانو رونالدو يعني عودنا على التحديات، يعني لاعب يحب يتحدى، وخطوة جديدة ليه في عمر 37 سنة، دوري جديد ومنطقة جديدة، منطقة جديدة عليه، إن شاء الله يقدم إضافة ويعني نستفيدوا منه إحنا ككرة عربية. أتمنى نشوف نجوم أكثر بالدوري السعودي، كل نادي وما خطتهم إن كل نادي يجلب سوبر ستار علشان يصير في تنافس أعلى والمشاهدات أعلى ويزيد من كواليتي الدوري السعودي. هو من سنين طويلة هو يمكن الأول عربياً، مثل ما الكل يشهد في هذا الشيء. أكيد يعني الدوري السعودي يعني فيه طفرة كبيرة حالياً، دوري ممتاز يعجب اللاعبين المحترفين حالياً، يعني قاموا بانتداب نجم كبير، سمعنا أن ميسي ممكن أنه هو يجي الدوري السعودي. صح. فزي ما قلت لك إن شاء الله يقدموا الإضافة ونستفيدوا منهم يعني كعرب بصفة عامة. وبالنسبة للمنتخبات، أنت منتخب واحد عندك، تحب البرتغال علشان كريستيانو يمكن أوروبيا، بس عالميا البرازيل عندك. البرازيل أبي القصة، شلون حبيتهم، متى بداية شرارة الحب هذه للبرازيل أو الإعجاب اللي تحول إلى حب؟ من أول ما عرفت كرة القدم حبيت البرازيل على طول بصراحة، منتخب ممتع، متعة هي البرازيل بالنسبة لي في كرة القدم، أفضل لاعبين شاهدتهم برازيليين. البرازيل يعني تحكي على رونالدو، البرازيل تحكي على روماريو، البرازيل تحكي على ريفالدو، البرازيل تحكي على نيمار حاليا، رونالدينو أكيد، يعني نجوم. هذه البطولة اللي تابعتها، اللي أول بطولة تابعتها من بدايتها لنهايتها 2002؟ أكيد أول كأس عالم نشوفها 2002 يعني، وكان البرازيل هو البطل أكيد، نجوم كبار، رونالدو عايد من الإصابة قدر أنه هو يحقق هداف البطولة، حقق البطولة البرازيل، ريفالدو، رونالدينو كان يعيش ظروف نفسية صعبة جدا، عودة من إصابة، لعب مباريات قليلة في نفس الموسم مع الإنتر، ما كان جاهز لكأس العالم، ولكن كان داش بتحدي، تحدي أن 98 أنا خسرت النهائي أيضا بظروف نفسية وضغوطات، وليلتها الكل عارف شنو صار، ودش المباراة كنجم أوحد بيحقق البطولة، حققها احتياطي في 94
98 خسرها، 2002 كانت هي يعني على طبق من ذهب لازم يحققها، لكن أمامك ألمانيا في النهائي ودخولك كأس العالم، حتى سبب التسريحة الظاهرة كانت لها أسباب نفسية أخرى، يعني يمكن الناس تشوف إن قصة ظاهرة غريبة وما لها معنى، يعني حقا قصة القصة، بس هو كان له غرض من هذه التسريحة أو هذه يعني القصة هذه. أنت تعرف القصة هذه ولا ما تعرفها؟ لا، قصة القصة ما أعرفها بصراحة، بس يعني الظاهرة رونالدو أفضل مهاجم في تاريخ كرة القدم بالنسبة لي، لاعب كبير، وزي ما قلت أنت كان مصاب، يعني كان بعيد على الفورما، ويجيب بطولة كبيرة زي بطولة كأس العالم، يقدم الأداء هذا، يكون هداف البطولة، ويقدر أنه يحقق لقب البرازيل، فشيء كبير يعني. الظاهرة رونالدو مع رونالدينو يعني يقدم مباراة كبيرة، بطولة كبيرة مع ريفالدو، يعني فريق يعني كان ممتاز جدا. هو سوى هذه القصة لغرض، يقول لك عشان يبعد الصحفيين او يشغل الناس عن اصابته، التركيز على اصابته، ونشوف اليوم ظاهرة مو السرعة المطلوبة، اكيد الاصابة مأثرة عليه، فقال اشغلهم في هذه القصة عشان شوية انا اركز في الملعب. فعلا نجح في هذا الشيء، يعني ظاهرة نجح في التعامل مع نفسه ومع الصحفيين، يمكن اجتهاد شخصي بس نجح في النهاية، وتم تقليد قصتها في كوريا الجنوبية واليابان، ولحد اليوم أي أحد يقص القصة قصة الظاهرة، يعني طريقتها صراحة لو أحد يقص القصة ما يطلع من بيتهم، بس هو لاعب كأس العالم. يعني الشيء الغريب أن رونالدو الظاهرة ما فازش بدوري أبطال أوروبا، الظاهرة ما فاز، ما كان محظوظ مثل كثيرين، يعني روماريو ما فاز، زلاتان إبراهيموفيتش ما فاز، مارادونا ما فاز، لاعبين كبار ما فاز بالتشامبيونز ليج. بس اللاعبين البرازيلي منو اللي كنت تحبه من بين كل نجوم اساطير البرازيل؟ نحب اكثر شيء نيمار. نيمار تحبه اكثر شيء؟ نيمار نحب بصراحة. قل لي ايش حببك بنيمار، متى حبيته، باي مرحلة، باي مع اي نادي؟ حبيت نيمار من أيام سانتوس، يعني سانتوس كان موهبة كبيرة والكل تكلم عليها، يعني إنك أنت تسمع بلاعب في الدوري البرازيلي وفي في نادي زي سانتوس فأكيد يعني موهبة كبيرة، خيالي كان نيمار يعني، كان بس ضيع نفسه نيمار، يمكن في الاهتمام بالسوشيال ميديا، يمكن كثرة إصاباته، زجاجي هو، يمكن يتعور بتوقيت خاطئ، بتوقيت سيء. صحيح يعني، صحيح نيمار زي أغلب اللاعبين البرازيليين يعني ما يطولوش في الملاعب، يعني مسيرتهم تكون قصيرة، زي مثلا رونالدينو يعني صح، ظاهرة ونجم كبير بس ما طولش. ممكن الوحيد كاكا، ممكن اللي كان ملتزم شوية في الملعب، صح، أكثر التزاما يعني. أكثر التزاما فيهم ممكن. روبينيو ما طولش الملاعب، موهبة صح كبيرة. أدريانو، فاللاعب البرازيلي الأرجنتينيين عموما أكثر التزاما، يدوموا أكثر من البرازيليين يعني يحبوا السهر زي ما تعرف الأمور هذه. الفقرة الجاية فيها اختبار حق سنوسي الهادي ومعلومات الرياضية، نبي ندش وياك بوانتو أو مان تو مان، نعرف إيش كثر معلوماتك الرياضية أو اللياقة الذهنية جاهزة في الفقرة الجاية. بس بيصب شاي قبل أن نروح، كم قطعة سكر؟ واحدة. أوكي، نشرب شاينا ونرد لكم مانتمان مع السنوسي الهادي. سنوسي الهادي، الفقرة هذه ما فيها هدوء، لازم نلعب مع بعض وانتو. أوكي؟ بسألك خمسة أسئلة المفروض يكونون سهلين عليك لأن في محيط اللي تحبهم واللي تشجعهم. الخمسة أسئلة الثانية راح تكون بشكل عام، نشوف معلومات عامة كلها بخصوص كرة القدم والبطولات الشهيرة، وإن شاء الله تكون أسئلة سهلة، بس الفقرة هذه عشان نتبادل معلومات، وإن شاء الله المشاهدين يجاوبون معنا بعد يختبرون معلوماتهم. أول سؤال، سمي كريستيانو رونالدو تيمنا بشخص مشهور، من هذا الشخص؟ ما أدري بصراحة. راح تستغرب، ما
ما تعرف من هالشخص؟ لا. هو الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان. سمينا رونالد، أبوه سمى رونالدو على رونالد ريغان الرئيس الأمريكي السابق. لا تسألني ليش، شو العلاقة؟ المعلومة أكيدة بس ما أدري ليش. الهداف التاريخي لديربي الغضب بين ميلان والإنتر أندريه شيفشينكو. قبل أكمل السؤال، ب14 هدف، كنت بسألك صح أم خطأ، بس أنت عارف الجواب. أندريه شيفشينكو الأسطورة الأوكرانية صاحب الكرة الذهبية، 14 هدف، هو هداف ديربي الغضب ديربي ميلانو. ما هو الإنجاز التاريخي الفريد لنيمار مع المنتخب البرازيلي؟ إنجاز هو سواه بس ما حد سواه غيره مع البرازيل. الميدالية الذهبية في الأولمبياد. صح، 2016 في ريو في البرازيل. وعنده إنجاز ثاني، إنه هداف تاريخي للمنتخب البرازيلي. أيوه. مع منصفته مع بيليه. مع بيليه 77 هدف. أطول فترة ظل فيها ريال مدريد بدون لا يحقق الأبطال هي 32 سنة، من 66 ل 98، صح أو خطأ؟ صح. صح، هي أطول فترة ريال مدريد ما حقق فيها بطولة دوري أبطال أوروبا. وكانت فترة صعبة جدا، وحققوها أخير شيء بهدف مياتوفيتش على اليوفي، اللي للحين يقولون أنه تسلل وأوفسايد، وهو من كثر ما مل من هذا الاتهام يقول يبقى مو تسلل. بعدين لما حطوا كاميرا مغايرة، زاوية مغايرة، بيّن في مدافع لليوفي مغطي، يمكن فرق متر مغطي منطقة التسلل، والهدف صحيح 100%. ما هو المنتخب الوحيد الذي لم يغب عن بطولة كأس العالم منذ انطلاقتها حتى اليوم؟ البرازيل. صح، المنتخب البرازيلي هو المنتخب اللي ما غاب ابدا عن كأس العالم، وهو اكثر المنتخبات تحقيقا للبطولة بخمس ألقاب، لكن من زمان ما حققوا البطولة، 21 سنة مو محققين البطولة. فان شاء الله البطولة القادمة، ان شاء الله كوني برازيلي مثلك فأتمنى البرازيل يحققون البطولة. هذه الخمس أسئلة الأولى أنت نجحت فيها بامتياز، حليتها كلها ما عدا رونالد ريغان ما عرفته. الحين نروح على الخمس أسئلة الثانية العامة. منو الفريق الفرنسي الوحيد اللي حقق بطولة الشامبيونز ليج عبر التاريخ؟ بعطيك اسمين، هذه الأسئلة فيهم دائما اختيارين، تختار واحد فيهم، أولمبيك مارسيليا ولا أولمبيك ليون؟ أولمبيك مارسيليا. صح، أولمبيك مارسيليا عام 93 على الميلان أتوقع، حققها ديساي، بعدين السنة اللي وراها حققها مع الميلان ضد مارسيليا، ضد برشلونة كرويف، كابيلو ضد كرويف. هو من اللاعبين القلائل اللي حققوا بطولتين متتاليتين مع فريقين مختلفين. من هو صاحب هدف الفوز لألمانيا في نسخة 2014 في البرازيل؟ ماريو غوتزا ولا ميرسلاف كلوزا؟ ماريو غوتزا. غوتزا على الأرجنتين، الهدف الشهير اللي بعده غوتزا ما أدري إيش صار فيه يعني. بعدين ما عاد هو النجم رقم أو نجم كبير يعني، وهو توقع أول لاعب بديل يسجل في نهائي كأس عالم في تلك النسخة. من اللاعب الوحيد اللي يملك 6 بطولات دوري أبطال أوروبا؟ باكو خينتو ولا دي ستيفانو؟ خينتو. خينتو صح، لأنه ظل مع مدريد لحد 66 وحقق السادسة. صح كلامك، وشغال والله سنوسي ما شاء الله. تمام، هذا السؤال عاد ما جاوبته يعني اللي راح هذا كله ما له معنى. من أكثر نادي ليبي تحقيقا لبطولة الدوري المحلي، اتحاد ولا أهل طرابلس؟ الاتحاد. كم بطولة؟ 17 بطولة. 18 بطولة. 18 يعني تمام. في أي موسم تم تغيير اسم كأس أوروبا ليصبح دوري أبطال أوروبا؟ 93 ولا 94؟ 94. لا 93. مع مارسيليا، اللي توج في مارسيليا موسم 92 93، هني كان اسمه يوفا تشامبيونز ليج، تغير 94 فازوا به الميلان على برشلونة 4-0 اتوقع. اي توني قايل لك، اي صح 94، بعدها فازوا 93 94 فازوا الميلان 4-0 على كرويف، المباراة الشهيرة اللي شلون خسروا برشلونة بهالنجوم. وميلان كان ناقص بعد، كان فيه لاعبين غايبين،
واللي سجلوا ما كانوا متوقعين يعني، بس المباراة هذه كانت من أغرب النهائيات تشامبيونز ليج، ما حد متوقع. كابيلو حافظ على نفسه من غير أي رياكشن طول المباراة، الأول الثاني كل يحتفل هو ساكت كذي مسوي ساكت، كان غريب كابيلو في هذه البطولة. احنا يعني استمتعنا وياك بكل الفقرات الصراحة، وقواك الله، وانت انسان لطيف وما شاء الله عليك يعني معلوماتك حاضرة، وحاضر في الملعب وحاضر برا الملعب ما شاء الله. بارك الله فيك. والله يوفقك يا رب ان شاء الله، ونتمنى استمرارك مع النادي العربي، ونتمنى لك مستقبل اكبر، ونتمنى لك يعني تحقق بطولات اكثر. يمكن برجع معاك شوية بتكلم عن الميلان بشكل خاص، مرت عليه مواسم كثيرة. ميلان وضعه الحالي كبطل دوري إيطالي، وصوله للسيمي فاينل، تحس الميلان شنو ناقصه؟ بيولي تراضي على وجود بيولي؟ بصراحة يعني بيولي أكيد يعني قدم للميلان، عاد الميلان يعني الواجهة بعد سنوات طويلة يعني كانت سيئة للميلان. مشكلة الميلان مالية أكثر شيء، مشكلة الميلان إدارية يعني مشكلة كبيرة، خاصة يعني نادي كبير زي الميلان لا يمتلك ملعب خاص به، فهذا شيء يعتبر مشكلة. بس مشكلة في مدينة قاعد تنبني الحين، وملعب مشترك بصرف من الناديين عشان يسوون مدينة رياضية تليق بتاريخ أكيد ميلان يعني والإنتر. أكيد إن شاء الله نتمنى أن الميلان يرجع الوضع الطبيعي. يعني ميلان 7 تشامبيونز ليج، ميلان تاريخ كبير، لعبوا فيه نجوم كبار، من أكثر النوادي اللي لعبوا فيه لاعبين فازوا بالكرة الذهبية. يعني ميلان نادي غني عن التعريف، نتمنى أن تنحل يعني المشاكل الإدارية، المشاكل المالية، لكي يعود ميلان إن شاء الله من الفرق الكبيرة ومن يعني من أفضل الفرق في أوروبا. المقارنة الأزلية بين كريستيانو وميسي شو تقول عنها؟ أنت تحب ميسي، تحب كريستيانو أكيد، بس لما يقارنون أنت شنو تشوف أنه لو كان موجودين هاللاعبين في زمن آخر، يعني هل هو موجودهم يعني موهبتهم طاغية، ولا يعني تراجع المواهب في هذا الجيل هذه الحقبة، أم خدمهم الوقت، خدمتهم الفرق اللي لعبوا فيها؟ شنو تقول رأيك في كريستيانو وميسي تسيدهم للمشهد في 15 سنة؟ بصراحة يعني نجوم كبيرة، كريستيانو رونالدو وميسي دوار في عالم كرة القدم، أعتقد أنه يستحقوا يعني كل دش في جدال يعني مع أكيد يعني هذا شيء صحي، المقارنة في عالم كرة القدم موجودة يعني من سنوات قديمة. أنت ما عندك مشكلة تحب الاثنين؟ ما عندي مشكلة يعني. أنا بصراحة يعني أحب كريستيانو رونالدو لأنه لاعب في ريال مدريد، وقلت لك يعني أحب كريستيانو رونالدو أكثر، بس ميسي حتى هو أكيد يعني نجم كبير وظاهرة، بس أنا أحب ستايل كريستيانو رونالدو أكثر، وخاصة أنه لاعب في النادي اللي أنا أحبه نادي ريال مدريد. فبصراحة زي ما قلت لك يعني ظواهر في عالم كرة القدم، من أفضل لاعبين في تاريخ كرة القدم، قدموا كل شيء لعالم كرة القدم. المقارنة عادي شيء طبيعي، لازم نستمتع يعني بهم يعني شيء صحي. وهم اثنينهم يتكلمون يقول لولا، كل واحد يقول عن الثاني لولا وجود هذا ما كنت أنا قدرت استمرت وقدرت. يعني لاعبين يعني مدة 20 سنة في عالم كرة القدم نفس المستوى، كل موسم يقدموا في موسم كبير 50-60 هدف كل موسم، هذا شيء أنا أتوقع أنه لن يتكرر يعني في عالم كرة القدم. نسخة كأس العالم في الدوحة هي الأجمل تاريخيا وقد لا تتكرر، يمكن ما تي نسخة تطغى عليها، أنت تشوف كذي يعني بكل أحداثها، بسيناريوهاتها، بنهائيها، برفع ميسي بكل أشكالها، ببكاء كريستيانو، بخروجه، بوصول المغرب للسيمي فاينل، بكل أحداثها، يعني كأس غريب، كان بطولة غريبة بصراحة. أنا نشوفها أفضل كأس عالم من ناحية التنظيم ومن ناحية الملاعب، هم وعدوا أنها بتكون الأفضل وفعلا صدقوا بالوعد. بصراحة يعني أنا شخصيا فخور جدا أن يعني دولة عربية قطر قدرت أن هي تستضيف كأس العالم بالطريقة هذه، يعني أفضل كأس عالم زي ما قلت لك يعني في التاريخ، من ناحية الملاعب، من ناحية التنظيم، من ناحية الأجواء، قرب الملاعب من بعض، المشجعين قدروا يعني، في مشجعين أنا شفت أن قدروا يتفرجوا على كل المباريات في كأس العالم، فهذا شيء مستحيل يتكرر وصعب يتكرر. ما رحت، رحت تفرجت على مباراة البرازيل وصربيا. برازيل وصربيا، تفرجت على مباراة البرازيل وصربيا. حلوة المباراة كانت بصراحة، يعني كان كأس عالم للتاريخ،
الشيء الوحيد السيء كان ان الارجنتين هي فازت. هذا الشيء الوحيد. بس 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 لجمال كره القدم اتوقع البطوله كانت مرسومه اللي يختمها ميسي في 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 رفع الكاس يعني. والله بصراحه يعني لو ماخذين فرنسا هم كانوا ماخذين النسخه اللي ماضيه فما راح يكون يعني شيء جديد، بس لما ياخذون الارجنتين بعد هذه السنوات من الانقطاع بنلتي مال الارجنتين في مباراه الارجنتين وفرنسا واللي خلاني اشك يعني بس بطوله يعني للتاريخ. قلت لك الشيء الوحيد السيء ان الارجنتين فازت باللقب، كنت نتمنى ان البرازيل اكيد ومن بعدها كريستيانو. هي صارت برازيل كرواتيا هني صارت ولا سيناريو مرسوم في كلاسيكو. انا اتوقع انا بالنسبه لي كرواتيا هي اللي فسدت البطوله يعني. لو البرازيل فازت على كرواتيا كان نصف نهائي راح يكون يعني ناري بصراحه. البرازيل والارجنتين كانت تكون مباراه كبيره افضل يعني. كرواتيا هي كلمه السر في الشامبيونز ليج خلال اخر 10 سنوات، كل فريق يفوز بالشامبيونز ليج عنده كرواتيا، فهم عندهم شيء ما ادري شنو سحري. بس انا حاب اشكر اصحاب المكان تايم كيبر على استضافتنا، وحاب اعطيك هديه عشان تذكرنا بالخير. اخذ الهديه وانت افتحها وانت شوفها. تفضل. بارك الله فيك. افتحها وشوفها وخلينا نشوفها معاك وتعرضها على الكاميرا. بسم الله. اي اسحبها بس عادي، شق الكيس اسحبها. ايوه بسم الله. خذ راحتك خذ راحتك. هدية جميلة والله بصراحة، بارك الله فيكم وسعيد اني كنت معكم، وتحية لك اخوي وتحية لكل الطاقم الفني. الله يطول عمرك. بس لو تلفها انت تشوفها. ايوه هذه صورة صممها المصور والمصمم عبد الله حمادة، بس ابي اخذ صورة تذكارية انا معك مع الصورة. خليك 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 مكانك، انا يمك. حاب اشكرك على وجودك حبيبي، بارك الله فيك. والله يوفقك يا رب ان شاء الله، ونتمنى لك كل خير. وفرصه سعيده اني عرفتك عن قرب، وان شاء الله تكون بيننا علاقه طيبه ان شاء الله. مشكور، بارك الله فيك وتحيه لك، وان شاء الله موفقين باذن الله. شكرا شكرا. السنوسي الهادي الدولي الليبي كان معنا بهالحلقه، وان شاء الله نلتقي بحلقات قادمه مع نجوم وضيوف ان شاء الله كلكم تحبونهم وتعجبكم الحلقات ان شاء الله، وناخذ صوره تذكاريه مع بعض. Thank you.